ترحيلية للشاعر ما زال منصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا العجاج رفاق حيمان بن عودة الحجوري الذي فعل الجميل بقبيلة شم العمود وبالطيبين، وزملاه بهذه الزيارة يرحبون أهالي حايل حاضرة وبادية وقرى، وجميع من يسكن هذه البلدة من الطوائف الأخرى يرحبون برجال جهينة رفاق حيمان بن عودة. وإليكم هذه الأبيات، واعذروني صراحة الليلة مبارك. أهلا هلا مهل وبل السحابي، غر المجون اللي بها الوبل نحاب، تحية ما هي إنجام الجواب، ألف هلا والفين مليون بحساب. حايل وهل حايل وحمر الهضابي، وهل الجبل من حد رمال لنصاب. حايل وهل حايل وحمر الهضابي، وهل الجبل من حد رمال لنصاب. وما حدر المسمى وذيك النوابي، يخطبها القاري على كل محراب. ترحيب تلمش في جوف الغيابي، ترحيب يعقوب من بعد ما بصر وطاب. بقالت ولد سعد شيخ إيهابي، ابن غنيمة للأرداد قصاب. ينطوع الجمع العذب الحرابي، اللي ذبح واللي كثير واللي عاب. خيالكم بالمعركة ما يهابي، جهنان يعد عريبين الانساب. قبيلة يوم الحرايق اسهابي، كم واحد برماحة انطاح من صاب. بقلوبنا يفتح لكم كل بابي، محبة تفتح لكم غلق الابواب. بقلوبنا يفتح لكم كل بابي، محبة يفتح بها غلق الابواب. جيتوا على العجلات عقب رتابي، يا مرحبا بضيوفنا شايب وشاب. جيتوا على العجلات عقب رتابي، يا مرحبا بضيوفنا شايب وشاب. يلي على صعب المراجل صعابي، وعلى العداء دايم قويين وصعاب. للصحبة أحلى من حليب إيجابي، ولضبط شري وعلقه من بين الأنياب. للصحبة أحلى من حليب إيجابي، ولضبط شري وعلقه من بين الأنياب. تشريفكم لديارنا والحابي، أكبر وفد الواحد يوجيها الأصحاب. من يفعل المعروف بالنذر الخابي، وبالطيبين اللي زرع طين ما خاب. من يفعل المعروف بالنذر الخابي، وبالطيبين اللي زرع ما خاب. الأول أهل التالية ما تجابوا، ولكن الرماي يخص الهد الصيب. حيمان أبو خالد عزيز الجنابي، شيال حمل صعب يوم الرديهاب. مثل المهله اليسطى ما يهابي، الزير أبو ليلى مفتوح ناس. أو زيد بن فاضل بلغ الأرقاب. شمرت حييكم جوارنا عم عموما بالأحساب. شمرت حييكم تحية حبابي، جوارنا عم عموما بالأحساب. أقولها عن شمر بن ميادي، باللي حاضر بالحفل من كل الأجناب، ربما في ناس من غير شمر واجد. أقولها عن شمر بن ميادي، باللي حاضر بالحفل من كل الأجناب. تمت وصلوا عد من نور غابي، على محمد عد نجم اللي غاب. والسلام وعذروني للقصور. عن صقر حمود الشمري فليتقدم مع الشكر. قال الأديب حمود بن عمران الشمري ترحيبا في حيمان بن عودة الحجوري الجهني، والشيخ قالط بن سعد الجهني، والجميع من حضر من قبيلة الجهينة، والجميع من حضر حفلنا هذا. يقول: سميت باسم اللي عباده برجواع، اللي زلت من يخاف غفوري. يا الله ثبتنا على الحق وهداه، وتعيذنا من كل ظلم وزوري. قال الأديب: بيوت شعر وزناه، وعدلتين عن كل زيت وزوري. وردا مثل ورد الظوامي على ماه، بيام صيف يا حداه نحروري. وخذيت منهم ما تحاليت معناه، وقطفتهم قطف الثمر من زهوري. احلى الكلام اللي ليحل طرياح علم يترى ماضي ومخبوري. ومعنى الكلام اللي بفكري نظمناه، ترحيب بابن غنيم هو الحجوري. ألف هلا مع 10,000 تحياه، وإعداد ما خط القلم بالصوري. هلا الجبل كله ترحب من جاه البدو، واللي ساكن بالبصور، وبرجال جهينة ناطحين الصيبات بوتيهم. عم الفرح والسرور اللي تعنوا من بعيد المسافة، لولا الشرف ما جوا من أدنى البحور.
ابن غنيم تفعل الطيب يمناه ريف الضعاف بسنين الدهور شيخ ولد شيخ فعول جزيله وقت اللوازم عند حق غيوري وام الحجوري قصة امان سيناه ولا تنسي طول الزمن والشهوري اليظهر المسكون من حيث ما جاه وعنه تحمل مشكلات الامور يخلص قضية زيد جرمه مداح حيث على الشدات ليث صبوري نشكرك يا حيمان راع الجمالاه بيضة لكم في كل عام ودوري قلتها باسم هليجب المعقرة ياه وشمر جميع غيابها والحضوري واختامها بذكى سلامي وصلاوات على شفيع الخلق يوم النشور يسامك قصيدة للشاعر سعد بن محشم الجهيلي الشمري قال الذي مبداه في ذكر مولاه بديت بلي كلنا نستعينه سبحان رب يسجد العبد لرضاه ولخاب من دين الولي صار دينه رب فرض بالدين خمس الصلاوات الواحدة اللي سمتها تابعينه من بعد ذكره جبت زين السجلاه واحضرت منزيلي بيوت ثمينه أمثال من غاية ضميري نقيناه البوت جاهز والمثل مرتهينه ترحيب في ساس الشرف والمرواه بقدوم هالترحيب لا محضرينه وجميع منه حاضر من دناياه ولي حضر من كل لابة جهينا ترحيب مخلص كلمة الشك ينفاه وحياة من يعلم خاف الضغينة وليشرف واليوم ترحيب يبداه اعداد مهل المطر من غشينا واعداد من لبى بمكة ومن جاه وعد الليال وعد دورة سنينا واعداد ما نجم تبين وشفناه واعداد حرف بالورق كاتبينا بلي أنا من ديرته لا عدمنا أنا وحنا جيته معترينا ترحيب منا باسم غلبة نشرناه وليشرف في موقف واجبينا بحيمان دار اليوم حايل تحراه دار الغلبة دارها محتمينا شمرها لضده نهار الملاقاه كان فارس يوم اللقا قادعينا وناس عنت يليث قت من قراياه القصد والله شوفتك مهتوينا وشرواك محد يقدر اليوم ينساه معروفك ما ينسي حافظينه ونعمين يلي تفعل الطيب يمناه والناس طيبك كلها معارفينه عندي عليه اثبات مهي مرواه ودليل قولي حاجز بالمدينه حان القدر والناس علي احرامه وزيد انسجن ولا لقى مطلعينه وجاه الحجوري والصعايب تحداه شققت من حرماله الحينه من قبل لا يعرفه ولا من علاقاه وزود على ذلك بنفس حسينة هذا الوكاد اللي صحيح سمعناه والعلم وجد والخبر مثبتينة بذلها المجهود والطيب سواه والطيب بهل الطيب مثل الخزينة والطيب ما كل ينوله ويقواه هالرجال ما لها مرخصينة مثل الحجوري مرخصة ما تغالاه ما لها العثمان الشوارب رهينة ما قال أنا يضيع مالي ولا لقاه ولا هسب الدنيا مثل حاسبينه وجهه بشوش وفرحت لي تنصاه يفداه من وقت الطلب فادينه نرفع لها البيضة بروس الطويلة وفي كل حيد مرتفع رافعينه ويا على الرجل ينشر الطيب واخفاه يا على رب البيت بامره يهينا صلاة ربي عد مثل النفر ما على نبي سنته تابعينه سلامتك